هاي كيفكم؟ رجعت لكم بحلقة جديدة وفكرة جديدة. مثل ما قريتوا تحت بالعنوان رح اتحدى الميك اب ارتست. الفكرة هي انه هو رح يمكيج لي نص وشي ميك اب اوفر، يعني رح يكون مو الميك اب اللي بنعرفه نحن بالعادة، حيكون بالوان ضايجة وما بنتمكيجه بالاوقات العادية. اما انا رح حاول مكياج النص الثاني نفس الميك اب. ما بعرف اذا رح انجح بالتحدي او رح اخسر، ما بعرف شو بيصير. بس قبل ما بلش بدي اخبركم انه انا بصالون فراس رافع مع اخوي اللي هو الميك اب ارتست اللي انا رح اتحدى، انس رافع، بصالونه الجديد دبليو بي يلي مختص بالاظافر، التاتو، الميك اب، الشعر، كل هاي القصص. هلا خلونا نبلش. هاي كيفك؟ شو الاخبار؟ هلا قبل ما نبلش قلت لك انا رح اخسر ولا رح اربح؟ يعني رح تخسري بس رح ساعدك كمان. اوكي. ايه رح يغششني شوي يعني. ايه بس انا رح ساعدك، ممكن انت تفوزي ما بعرف. ان شاء الله هيك انه نفذت الميك اب ارتست. ايه هلا بنشوف. جاهزة؟ جاهزة. طيب. يلا. حتختار لي شو الالوان الضايجة؟ انا بدي اختار شيء يلبق لوجهك. الوان الموف والتوتي اللي هي اشتغلنا فيهم هي السنة كثير كثير حلو. تمام. وهن كثير بيطلعوا حلوين عليكي وحتى بيعكس لون عينك اكثر. اوكي. حتى على لون شعرك ولون بشرتك بيطلع كثير حلو. يلا لك خلينا نشوف. جاهزه انا. يلا. رح ننظف لك وجهك باللوسيون بس لنشيل البودره. أوكي. هلا هو ما عدا شيء بس الاحسن انه نحن ننظف كل شيء. هلا نحن جاهزين لنحط البرايمر. هاد برايمر للعين وهاد البرايمر للوجه. هو هاد اللي بسكر المسامات. هلا كل بشره لها نوعيه برايمر. هلا البرايمر تبع العين بيساعد انه بيجفف، ما بيخلي الزيوت تطلع او تعرق العين. بيمتص العرق وبيمسك الاي شادو اكثر. تمام. رح اختار لبشرتك هاد البرايمر من حنان داشتي، كثير بيطلع حلو. هلا انا بحط البودره تحت العين، كلياتنا بدنا نحط البودره تحت العين هي مشان اللمعه. بعرف هلا بلشنا بالاي شادو. يلا بدي بلش بالاي شادو. لا هدول الخطوات انا ما بعرف اذا رح اقدر، بس انا رح احاول. ايه رح ساعدك انا فيهم. ايه يعني هن شوي بسيطين ونحن بالعاده بنستخدمهم، يعني صريح صحيح مو بس بهي الطريقه بس انه بنستخدمهم. بس انا عم جهز الريش تبعيتي. ايه هو المشكله الاكبر بالاي شادو، يعني كيف تطلع الرسمه مع الالوان وهيك ما بعرف. يلا جاهزه؟ جاهزه. بتشوفي هلا شو اشتغلت؟ غش معلق. هلا اشتغلت ذهبي شوي من جوا عشان كبر العين، وبلشت درج بالموف من تحت العين ومن زاوية العين من عند الطبطينة. تمام. ماشي. وهلا هي المنطقة اللي بعينك من هون رح اعطيها اضاءة كمان لتعطيني كبر. ماشي. انا مو ماشي. عم حاول انه يعني هيك جمع معلوماتي وكذا بس ما عم فكر استسلم وغير الحلقه واعملها خلص. مكيجني هو كل شيء. هلا بس قبل ما تحط الايلاينر، انا بالاوقات العاديه مستحيل ما بعرف ابدا حتى اكمش ريشه الايلاينر. ف بلاها. لا شو بلاها؟ ما فينا اي شيء انه ما بعرف. شوفي الرسمه اللي بتطلع عليك كثير حلوه. هلا اصلا الموضه كثير بنشغل بالايلاينر. ليكي مده العين شو بتغيرها، وهلا كمان لون عينك كمان بيتغير. بس عم جرب للرمش انا اللي بيلبق لعينها وبيريح لعينها. مرتاحه هاي؟ قبل ما نلزق.
ضل هيك ولا ارجع؟ لا خليك يعني طلع لهدا طلع لهدا. احنا خلصنا العين بدنا نبلش بالوجه. مد الفونداش. جاهزة؟ جاهزة. لا هي الجهة خلصت ميك اب كامل، هي الجهة هسه ولا شيء محطوط عليها، انا رح احاول مكياجها تشوف الفرق. هلا انا خطوات الوش متذكرتهم، اول شيء البرايمر، ما في برايمر للعين برايمر للوش. اوكي يلا خلينا نحطها. لا هذا للعين، هذا للعين. اوكي ساعدك فيه مشان. هلا حطيت البرايمر وهو تخلى عني، متخيلين؟ قال لي اشتغلي كل شيء انت لحالك. رح احاول انا. شكلي خلطت تبع العين بتبع الوش كله مع بعضه. اوكي هلا بنحط الكونسيلر. اي يلا بس لينشفوا ذي شوفوا. لا خلصنا الكونسيلر، بدنا نحط الفوند حوالين العيون. اوكي الله. حطي لي لك كمان فوق الحاجب. هاي البودرة مشان ما توسخي كل وجهك، عرفتي ليش بدنا نشتغل العين بالاول؟ انا متاكده انه حتى لو حطيت شو ما كان حوصل كل شيء. لا هو حتى لو طلع نفسه فهو مستحيل يطلع بنفس هاي النظافه، يعني مبين من هون. Oh my god! ليك وشو صار هون؟ هو منين اجى الازرق ما بعرف. ناح الحواجب ما؟ ايه تمام. تمام ممتاز. جينا للايلاينر، شوفوا انا شو بقى. هذا شو؟ في عائلتك شيء أرجعني؟ في كل شيء. ايه الايلاينر ركزوا لي عليه. نحن عندنا نظرية البنات انه كل ما انتزعت شيء من تحت من سمك، كل ما انتزعت من سمك، فأنا حاليا عم بتبع هاي النظرية. خلصتي على الاخر. مستحيل ليكو. ليكو الفرق بين هاي بين هاي. هلا الرموش جاهزه اني شو بدك عمليه جراحيه. اوكي تعال احط لك اللاصق. شوفوا لي اللحظة الحماسية. مستعيد. يوخ. هلا انا احذر شو بظن اني انا ما حطيت الرمش بالمكان الصحيح، يعني حطيته على الجفن مو على الرموش الاساسية. رح نحط الفونديشن. هلا بدك تثبتي الفونديشن. هو بصراحة من كثر ما انه حلو يعني انا لازم ثبت، اهم شيء مرحلة التثبيت يا جماعة مشان هذا الميك اب ما يروح على الفاضي.
طبعا اكيد معنه واضح معكم الفرق اكيد، لانه انا يعني صبت نفس المكياج تماما، نفس الالوان، نفس الاي لاينر. ركزوا لي هون على الاي لاينر هيك الرموش، يعني بس لو كانوا نازلين شوي لتحت. اصلا الميك اب تبعي احلى ببساطه. رح نحكي الحقيقه، ننسى شوي المزح وهيك. يعني انا خسرت، خسرت للاسف. يعني اكيد مبين معكم انه انا خسرت، بس مع هيك يعني عادي احكموا انتم بالكومنتات، يعني الا ما يكون حدا يحكي انه انا ربحت. عن جد ميرسي كثير على هذا الميك اب كثير حلو اللي هو هون هذا نساه. يعني لك بدك شويه تعديلات ما بيزبط، شويه تعديل يعني ما كثير خبصت. ان شاء الله يكون عجبك. ان شاء الله النص. اكيد، وان شاء الله كمان المشاهدين يكون عجبكم هذا النص، هذا ما بدنا اياه. ايه، وهيك بتكون خلص التحدي وبين مين اللي خسر، انا طبعا، ومين اللي ربح، انس طبعا. وبس هيك، لا تنسوا طبعا تعملوا لنا لايك كومنت سبسكرايب، كل هاي الامور تدعمونا، واكتبوا لنا بالكومنتات شغلات جديده وهيك قصص وحابين نعمل لكم اياها، وتحديات ثانيه هيك نعملها بالمستقبل. يلا باي باي. Came this way. Now you're acting so different than when back when we.